سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. الموعد يتجدد دائما عبر الشرقية لنأخذكم في التعرف على آخر الأخبار والمتابعات الرياضية. بإمكان جميع مشاهدة هذه الحلقة ومن يرغب مشاهدتها على الهواء مباشرة متابعة صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية. جولة الشوط الثالث نبدأها من زيارة وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال إلى محافظة كربلاء للاطلاع على واقعها ومنشآتها الرياضية، إذ تضمنت جولة وزير الشباب والرياضة ملعب كربلاء الدولي ولقائه بعدد كبير من ممثلي الأندية الرياضية. والتقى درجال بالملاكات الإدارية والفنية العاملة في ملعب كربلاء الدولي بحضور محافظ كربلاء أنصيف الخطابي، وأبدى توجيهاته بضرورة إكمال مرافقه الحيوية وأهمية تسخيره لخدمة شباب المحافظة خلال زيارته، كما واطلع على أهم المعوقات التي تواجه صيانة الملعب الذي توقف عن احتضان المباريات الدولية والمحلية منذ ما يقارب إلى 5 أشهر. والتقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال خلال زيارته إلى المحافظة بعدد من ممثلي الأندية الرياضية في كربلاء، وتباحث معهم بشأن عملهم ومناقشة الظروف المحيطة بالمؤسسات الرياضية في ظل جائحة كورونا والأزمة المالية التي تعاني منها الأندية في عموم المحافظة، وأكد على ضرورة مسايرة ركب التطور وتحويلها إلى مؤسسات استثمارية. أكيد زيارة مثمرة وفيها الكثير من اللقاءات والمتابعات، ربما سنترك الكثير منها إلى حلقة الغد لأننا تحدثنا عن الهدر العام والهدر المال العام لمسبح كربلاء الأولمبي اللي عرضناه في حلقتنا السابقة، وبالتالي توجه مراسلنا فيصل القريطي والوزير إلى مكان المسبح، لكن هذا الموضوع راح نأجله إلى يوم غد لأننا اليوم عندنا الكثير من المتابعات. سنذهب إلى اللقاءات اللي أجراها زميلنا فيصل القريطي مع السيد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالإضافة إلى محافظ كربلاء وتداعيات هذه الزيارة، نتابع. أول شيء بالنسبة للمنشآت، هذا المنشأ أنا شايفها من بالسابق مو الآن يعني، وبالتالي عندي يعني معلومات تفصيلية عنها. بالتأكيد أنه فيها مرافق لم تكتمل بعد، إن شاء الله خلال المرحلة القادمة رغم الظروف المالية الصعبة اللي يمر بها البلد وأيضا الظرف الصحي وجائحة كورونا، ولكن إن شاء الله رح نسعى بالتعاون إحنا مع السيد المحافظ حول تكملة بعض النواقص اللي موجودة وفق الإمكانيات المتاحة المادية المتاحة. اثنين، أكو فكرة أنه أيضا أنه إحنا ممكن يصير بروتوكول بينه وبين الأخوة المحافظين، أنه هاي المنشآت الكبيرة ممكن أنه تم إدارتها وصيانتها من قبل المحافظين نفسها، محافظات نفسها يعني. بالتالي إن شاء الله خلال المرحلة القادمة راح يكون هناك تعاون كبير فيما بين وزارة الشباب والرياضة والسادة المحافظين حول هذا الأمر. طبعا زيارة السيد وزير الشباب والرياضة إلى كربلاء المقدسة زيارة مهمة، وإحنا معروف عن كربلاء المقدسة اليوم إحنا في حالة عمل مشترك وفريق عمل مشترك سواء مع الوزارات الاتحادية أو هنا في كربلاء بدوائرها. مرافق رياضية مهمة في كربلاء، لعله هذا الملعب اللي هو أكثر من 30,000 متفرج من الصروح الرياضية المهمة، إضافة إلى مرافق رياضية أخرى موجودة لتنمية قدرات الشباب. الشيء المهم اللي متفقين عليه هو أنه تستخدم كل هذه المرافق والإمكانيات سواء بالوزارة أو المحافظة من أجل بناء الإنسان، من أجل بناء الشباب، من أجل توفير آليات عمل حقيقية للشباب لإبراز وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم، وكذلك لخلق فرص لهم. طبعا شكر موصول لزميلنا فيصل القريطي اللي مثل ما أسلفت كانت إلى جولة لعدسة الشوط الثالث عبر الشرقية مع وزير الشباب والرياضة، وأيضا اطلعنا على حجم المعاناة اللي يعاني منها مسبح كربلاء اللي انصرف عليه 11 مليار، وبالتالي هناك الكثير من الأمور راح نعرضها لأننا نريد أن نضع أمام الوزير المخالفات وحجم الفساد اللي يدور
في أروقة الوزارة ونضعه أمامه، لأن الرجل إجى ببرنامج جديد يروم من خلاله فتح صفحة جديدة ودعم الرياضة والمشاريع الرياضية. وبالتالي عندنا قضيتين مهمة، هي قضية طلب أموال من الخريجين لغرض تعيينهم في الوزارة، وهذا ما أثرناه في البرنامج. أيضا اختفاء 1,800,000,000 دينار اللي هي منحة الرواد الرياضيين، وبالتالي هذين الموضوعين نضعه أمام أنظار السيد الوزير اللي شكل لجنة تحقيقية. وبالتأكيد الرجل عازم على القضاء على الفساد اللي موجود من بعض الموظفين، اللي احنا الان ايضا ننتظر دور لجنه الشباب والرياضه، واللي راح نتحدث تباعا لاننا نمتلك الكثير من الامور راح نضعها امامكم وامام انظاركم. سادتي الاحبه، طبعا بكل اسف قبل قليل بعض المصادر المقربه من برنامج الشوط الثالث عبر الشرقيه والشرقيه نيوز افادت أن الكابتن أحمد راضي نقيب الرياضيين العراقيين نجمنا الدولي السابق بكل أسف تعرض للإصابة بفيروس كورونا. إذا أفاد المصدر الطبي المسؤول لبرنامج الشوط الثالث أن الكابتن نجم الكرة العراقية أحمد راضي أصيب بفيروس كورونا المستجد، كما وأكد مراسل الشوط الثالث أن نتائج الفحوصات الطبية أظهرت إصابة راضي بالفيروس من دون المزيد من التفاصيل. مصادر مقربة من الكابتن أحمد راضي أكدت اليوم أنه شعر بارتفاع عال في درجات الحرارة فجر اليوم ونحول في جسمه، مما دعاه الذهاب فورا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات التي تبينت إصابته بالفيروس. راضي نجم من نجوم الكرة العراقية، والآن ولله الحمد يعني وردني هذا الخبر من زميلنا المخرج علي باقر، يفيد أنه الطبيب المعالج للكابتن أحمد راضي طمن الجماهير العراقية أن حالة الكابتن الصحية مستقرة. ندعو له بالصحة والسلامة وبقية الرياضيين وبقية العراقيين، وأيضا ندعو الجميع التوخي بالحذر والتقيد بسلامة مقررات خلية الأزمة، لأنه فقدنا الكثيرين راح نتحدث عنهم بكل أسف وحسرة. الشفاء العاجل أبو فيصل، وإن شاء الله ترجع إلى أحضان العراقيين وعشاقك، إنه سميع مجيب. سادتي الأحبة، أيضا الأخبار المؤسفة اللي دا نتلقاها وخصوصا من شريحة الرياضة والرياضيين واللي أدمت القلوب بكل أسف وحسرة، أعلن في بغداد يوم أمس عن وفاة المدرب الكابتن علي هادي، مدرب منتخب ناشئة العراق واللاعب السابق لفريق الزوراء. الكابتن علي هادي الذي رحل عن عمر وصل إلى 53 عام بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونعت الهيئة التطبيعية المكلفة للإشراف على مهام الاتحاد المدرب الراحل في بيان جاء فيه: تتقدم الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة العراقي بأحر التعازي إلى الوسط الرياضي لوفاة المدرب علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا، داعين المولى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. هادي من أبرز مدافعي فريق الزوراء، أحد أشهر فرق العاصمة، وأساهم بالحصول على لقب الدوري 4 مرات. اعتزل اللاعب في نهاية التسعينات ليتجه إلى عالم التدريب. وعرف الراحل مع شقيقه الدولي السابق حمزة هادي مدافع القوة الجوية بصلابتهما الدفاعية أثناء مشوارهم مع الفرق في مسابقة الدوري العراقي. رحمك الله كابتن علي هادي، وأسكنك فسيح جناتك وألهم أهلك وذويك ومحبيك الصبر والسلوان. علي هادي رحيلك ولد الكثير من الألم والمآسي لدى محبيك. لعن الله هذا الفيروس الذي بدأ ينهش بجسد العراقيين ولا سيما شريحة الرياضيين. علي هادي الذي أبكانا رحيله، أتمنى أن يكون هذا الرحيل
وهذه المصاب الجلل أن نتعظ نحن أبناء الوسط الرياضي والعراقيين عموما، وأن نتقيد بمعايير الأمن والأمان والسلامة اللي إلى الآن خلية الأزمة تحاول مرارا وتكرارا توجيه النداءات إلى عموم الناس. يا جماعة يا جماعة، ترى ما عندنا القدرة على علاج الناس، نفذ كل شيء، وبالتالي المستشفيات امتلأت، أرقام مخيفة، حالات وفيات بكثرة. الله ليستر والله يحفظ أهلنا وناسنا. علي هادي قبل أيام طلع في آخر ظهور عبر الشوط الثالث ليطلب من أصدقائه والعراقيين التقيد بمعايير السلامة. أبا حسنين، أنت وجهت الكثير من الكلام لكنك أصبت بهذا الفيروس اللعين. نتابع آخر تصريح للكابتن علي هادي في برنامج الشوط الثالث قبل أن ينتقل إلى جوار ربه. نتابع. أخوتي أحبتي، أوصيكم ونفسي الالتزام بالإرشادات الصحية التابعة من قبل خلية الأزمة. نحن الآن أيها الأخوة في ظروف يعني صعب. الآن نحن نمر بمحنة صحية وبائية، يجب علينا جميعا أن نتقيد بالالتزامات والإرشادات. أخوتي أحبتي أصدقائي، هي أيام معدودة، نجلس في البيت نتحمل من أجل سلامتنا وسلامة عوائلنا وسلامة أهلنا، وبالتالي هذا ما يعني هذا ما يمر على كل الشعوب. لذلك أتمنى عليكم وأنا أشدكم، لا بل أتوسل بكم في هذه الأيام على الأقل أن تكون في البيت حفاظا على أرواحكم وأرواح عوائلكم. هذا كان آخر تصريح للراحل علي هادي، اللي تلقينا بكل أسف وحسرة خبر رحيله يوم أمس، اللي ولد ردة فعل واسعة وعارمة لا راد لإرادة الله سبحانه وتعالى ولكل أجل كتاب. لكن رحيل علي هادي السريع جدا، 4 أيام من لحظة دخوله إلى المستشفى ولحظة وفاته، رغم أنه إحنا شاهدنا فيديو الآن أنه هو يمارس التمارين الرياضية وهو على سرير المرض. سادتي الأحبة، نتابع هذا التقرير اللي عد زميلنا محمد الخفاجي واللي يتحدث عن سيرة الراحل علي هادي. نتابع. شجاعته المعهودة، لكنه لم يقوى على مصارعة المرض طويلا. أيام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة كانت كفيلة بإطفاء ابتسامة لطالما زينت شاشات التلفاز ومنها الشاشة الشرقية مؤخرا، إذ طل من خلال برنامج الشوط الثالث ناصحا لكل أبناء بلده، محذرا من خسارة أخ وصديق. الصديق المدرب علي هادي يفارق الحياة خلسة دون صوته المرتفع الذي اعتدناه دائما، مدافعا عن الحق مطالبا بإنصاف الفقراء والمساكين. حالة من السواد غطت المشهد الرياضي في العراق ظهيرة الجمعة بعد ورود خبر وفاته متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا. حزن عميق ورثاء لا ينقطع من الزملاء والأصدقاء وكل من يعرف الراحل طاب ثراه. ورغم إصابته بهذا المرض اللعين ونقله إلى المشفى الخاص في بغداد، لكن شجاعته كانت حاضرة حتى آخر دقائق من حياته، وهو يؤكد لكل من يحيط به بأنه على ما يرام ولن يستسلم لقلة الأكسجين في دمه. لكنه ودع في خبر مفجع ألم بنا جميعا، ستبقى ذكراه خالدة في قلوب محبيه وزملائه وذويه ولن تمحى أبد الدهر. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته. من بغداد الشوط الثالث، محمد الخفاجي.
شكرا محمد الخفاجي على هذا التقرير اللي كان يتحدث عن سيرة الراحل علي هادي، وبالتالي أيضا كان بيان صادر من الهيئة التطبيعية اللي يقودها السيد إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية الخاصة بشؤون اتحاد الكرة، واللي عز في الوسط الرياضي وعائلة المرحوم الكابتن علي هادي. يسعدنا أن ينضم معنا في اتصال هاتفي من العاصمة الحبيبة بغداد السيد إياد بنيان رئيس اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي. كابتن مرحبا بك ضيفا كريما، والبقاء في حياتكم، وعظم الله أجوركم جميعا. عظم الله أجوركم سيد محمد، وقعا نحن معزون جميعا فيما فيهم جنابك، يعني الله يحفظكم إن شاء الله يا حبيبي. الله يحفظك. يعني كيف يرى السيد إياد بنيان رحيل الكابتن علي هادي والخبر اللي أوجعنا يعني يوم أمس، وبالتالي أنتم أصدرتم بيانا يعني عزيتم فيه الوسط الرياضي رحيل الكابتن علي هادي؟ بالواقع أنا يعني أعزي نفسي وأعزي أبناء شعبنا بشكل عام والمجتمع الرياضي بشكل خاص. يعني كما تعرف سيد محمد كان فقيد شخصية وطنية لم تحدده أو تحد من اهتمامات القضية الرياضية وتحديدا كرة القدم فحسب، إنما كما هو معروف هو خرج إلى فضاء الوطنية فكان صوتا وطنيا هادرا ذات أخذه في الحق لو متلعن. أنا أعز الجميع لأننا في مصيبة، القرآن يقول إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت، معناها نحن في مصيبة. لذلك أنا بصراحة أشعر بالحزن وأنا أرفيه، ولا أبالغ إذا ما ذكرت أن لفراقه الموجع لوعة لا تشبهها إلا لوعة فقدان الأخ، وأنا سبق أن تذوقتها مرارة هذه اللوعة. أسأل الله لعائلته الصبر والسلوان، وأخص بالذكر أخينا كابتن حمزة هادي. كابتن حمزة إحنا كنا أخوتك، لكن الواقع المرير والجرح الذي سيبقى غائر في الواقع الرياضي لأنه كابتن علي هادي فيلم لا تسد، لأن فضائل ومزايا أستطيع أن أقول يعني أعددها ولا تعد. يكفيك أن اليوم يرسي شيخ سلمان يقول رئيس الاتحاد العاشوي يقول سوف نذكر علي هادي دائما لحماسه من أجل الشباب ومن أجل تطوير اللعبة في آسيا. بصراحة أنا يعني من يومين يعني من بارحة أتصفح، يعني كنت متواصل معه بشكل يومي حتى لحظة دخول المستشفى، وأول شخص خبرني إن كان هو. طبعا أتصفح رسائله وأشوف كلمات الرشيقة وعبارات العميقة والمسحة الأدبية اللي عنده ومسحة الأدب اللي عنده. فقدنا صوت يعني آراء حتى التي كانت مثيرة للجدل كانت آراء الناقد العين البصير الناقدة. أنا بصراحة يعني أنا على المستوى الشخصي عندي رسائل يمكن أراويها بشكل شخصي. إنه يعني مرآة كان يعني أي خطوة أي كذا كان هو عنده رأي، كنا بعض الآراء بشكل شبه يوم إن شاء الله. يعني الله يشهد. فلذلك بصراحة أنا أتحدث وموجوع إلى الآن يعني يعني وجع كبير يعني. نعم أنا أسمع نبرات صوتك اللي يعني ينتابه الحزن. أكيد كنا حزننا لهذا الخبر، وربما خبر إصابة الكابتن الأخ العزيز أحمد راضي الآن أيضا يعني أدخلتنا. كابتن أحمد أنا أطمن الجمهور، أنا كنت باتصال بي قبل نص ساعة يعني. ويمكن أستطيع أن أقول لك يعني بصراحة يعني رابطين خلال يومين وفقدنا قبل قال عودة مدينتين. ذاك يعني كانت مشاعر ما استطعت أن أسيطر على المشاعر وأنا أتحدث مع كابتن أحمد. وكتب كابتن أحمد يعني نزع الخلافات إلى جانب، أنت قيمة كبرى وأنت أسطورتنا وأنت حبيبنا وكن قوي وأنت قوي يعني بصراحة. ونبرة صوت لا خلافات أمام الإنسانية، وأنت رجل لديك الكثير يعني من الإنسانية، وشاتي مجروحة يعني لأنه يعني أنا كنت قريب. سعد محمد محمد احنا اخوة، وهذا الوسط الرياضي دي قيم كبيرة ونبيلة. يعني انا اتوقع يعني بصراحة يعني انا
يعني قد نتعرض للكلام وكذا، لكن كلها مؤجلة خلف يعني بعد جائحة كورونا كل الأشياء، لأنه كل الأشياء لا قيمة لها لأنها ليست حقيقية مصطنعة. لذلك يعني الحفاظ على هذا النسيج على هذه الأخوة يعني هذه مسؤولية الجميع يجب أن نعم. الأستاذ آدم نيان، أنا أشكرك جزيل الشكر يعني على تواجد حضرتك، وبالتالي يعني نشاطرك الأحزان في هذا المصاب الجلل، واللي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم فقيدنا العزيز الأخ علي هادي، وأن يحفظ عائلته، ونعزي أيضا الكابتن حمزة هادي نجم منتخباتنا الوطنية بهذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون. سادتي الأحبة، أيضا نجوم المنتخبات الوطنية بعثوا بفيديوهات تعزية يشاطرون الأحزان برحيل الكابتن علي هادي. نتابع هذه اللقاءات، وربما يعني أوجه التحية والسلامة والصحة إلى الكابتن أبو فيصل أحمد راضي، نقيب الرياضيين العراقيين، اللي بادر أول شخص يبعث بفيديو يعزي فيه الوسط الرياضي وعائلة الراحل علي هادي. نتابع. نيابة عني وعن جميع الرياضيين، أعزي أخي الحبيب أبو حسنين وأهله وأخوته وأولاده وجميع العراقيين بهذا المصاب وبوفاته. حقيقة كان نعم الرجل، إنسان مبدئي، صاحب أخلاق، دافع عن قضايا كثيرة. الله يرحمه برحمته الواسعة إن شاء الله. يا ربي اغفر له وارحمه ووسع مدخله واجعل قبر روض من رياض الجنة. اللهم ارحمه برحمتك يا رب، وعوض أهله الخير والبركة، ولهم الصبر ولهمهم الصبر والسلوان. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكننا نسألك اللطف به يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حقيقة إن العين اللي تدمع والقلب اللي يحزن لفراقك يا أخي العزيز الكابتن علي هادي، قيمة وقامة رياضية سواء كلاعب وأيضا كمدرب، وأيضا قيمة اجتماعية لتحمله هموم الشارع الرياضي والاجتماعي والمجتمع العراقي، وأيضا لتبنيه وتصديه لفكرة الإصلاح. نعزي أنفسنا ونعزي الشارع الرياضي بكافة قطاعاته وفئاته بهذا المصاب الأليم، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكن فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. أعزي نفسي وأعزي جميع الرياضيين بهذا الخبر المفجع اللي وقع علي أنا شخصيا، كان صعب حقيقة. وفاة الصديق والحبيب والأخ اللي تمتد علاقتي به أكثر من 30 سنة، ذكريات جميلة، صاحب الكلمة اللطيفة والنكتة الجميلة والشجاع في نفس الوقت لمواقف الشجاعة، حقيقة ما يعجز اللسان عن الكلمات، لكن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. الله يساعد أهلك، الله يساعد عائلتك، الله يصبرهم مأواك الجنة يا صديقي يا حبيبي.
إذن ما زلنا معكم في هذه التغطية الخاصة برحيل واحد من نجوم الرياضة العراقية الكابتن علي هادي رحمه الله إثر إصابته بفيروس كورونا. اليوم سادتي الأحبة راح نلتقي بأحد زملاء الكابتن علي هادي واللي زامله في فريق الزوراء وخاض مع عدة مواسم تكللت بالنجاح، ثم غادر معه إلى رحلة احترافية في أندية اللبنانية استمرت لسنوات طويلة. أرحب أجمل ترحيب بضيفي الكريم الحارس الدولي السابق والمدرب الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الكابتن عمرو عبد الوهاب عبر سكايب من أبوظبي. كابتن مرحبا بك، وأعزيك برحيل زميلك وشقيقك الكابتن علي هادي. تحياتي لك أستاذ محمد وتحياتي إلى الجمهور العراقي الكريم. أعزي نفسي أولا وأعزي الوسط الرياضي بفقدان شخص عزيز على الكل، الأخ العزيز علي هادي، وألهم إن شاء الله رب العالمين يلهم أهل الصبر والسلوان، والحمد لله على كل حال لا اعتراض بحكم رب العالمين، ما شاء الله يا ربي مثواه الجنة للأخ العزيز علي هادي بإذن الله تعالى. إذا تعرفتم على ضيفي الكريم، اليوم راح نتحاور أنا وضيفي الكريم الكابتن عامر عن السيرة المفعمة للراحل علي هادي. نتابع هذا التقرير اللي عد زميلنا زيد السراج والذي يتحدث عن سيرته المفعمة وأسباب وفاته عبر هذا التقرير، نتابع. بزغ نجمه مطلع التسعينات مدافعا قويا مع النوارس، وحقق معهم ألقابا عديدة تحت إشراف خيرة المدربين العراقيين. جاء إلى العصر الذهبي لمدرسة الكرة العراقية في الزوراء، والذين مثلوا المنتخبات الوطنية ككريم صدام وأحمد راضي وليث حسين ورائد خليل وإبراهيم عبد نادر وسلام هاشم وراضي شنيشل ونعيم صدام، والحراس قاسم محمد وجليل زيدان وعامر عبد الوهاب، والقائمة تطول بأسماء كبيرة. احترف خارج العراق في الدوري اللبناني مع نادي العهد موسم 97-98، ومثل أندية لبنانية أخرى منها الصفاء وشبيبة المزرعة. عمل في المجال الإداري مع منتخب ناشئة العراق، والذي شارك في مونديال كأس العالم في الإمارات عام 2013 كمدير إداري لليوث الرافدين. اتجه لمجال التدريب وأشرف على أندية كربلاء والكهرباء والسماوة، ومن ثم قاد فرق جماهيرية كبرى كالقوة الجوية والطلبة. أنيطت له مهمة تدريب منتخب ناشئة العراق عام 2017، وكان فريق زاخو آخر محطة تدريبية لعلي هادي، والتي انتهت باعتذاره عن تكملة المشوار مطلع هذا العام مع توقف الدوري وتنازله عن جميع مستحقاته المالية في بادرة جميلة سجلت في تاريخه الرياضي. ولم يغب علي هادي خلال السنوات الأخيرة عن معظم الاستوديوهات التحليلية لمباريات الدوري والمنتخبات الوطنية، كما كان ضيفا دائما على معظم البرامج الرياضية بأسلوب نقدي ربما يكون مختلفا بعض الشيء عن زملائه، فقد كان صريحا جدا وينتقد الجميع دون خشية أو خوف. أما صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فقد كانت منبرا للدفاع عن الفقراء والمساكين والمظلومين. ليغيب الموت علي هادي وهو بعمر 45 دون سابق إنذار، بعد أن أجبرته كورونا على مغادرة الحياة وهو في مقتبل عمره التدريبي. من بغداد للشوط الثالث، زيد السراج. شكرا زيد على هذا التقرير، وأعود للحديث مع ضيفي الكريم المنضم معي من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الكابتن عامر عبد الوهاب. عامر، أجدد الترحاب بك مرة أخرى، وأود أن أتحدث عن العلاقة الطيبة التي جمعتك بالراحل علي هادي. سؤالي قبل أن ندخل في هذه التفاصيل، كيف تلقيت خبر رحيل الكابتن علي هادي وأنت بعيد عن الوطن؟
والله استاذ محمد بصراحه يعني يوم امس كنا في جلسه انا والكابتن عزيز غازي فهد، وكابتن غازي يعني مثل الصدمه انه قال لي في خبر وصل الان انه وفاه كابتن علي هادي. قلت له لا اتوقع هذه اشاعه. قال لي لا، بدت الـ 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 يعني السوشيال ميديا كلها تتداول هذا الموضوع. بصراحه صدمه، لانه تعرف انه المرحوم مجرد انه 4 ايام يعني فتره قصيره، والاخبار اللي تداولت قبل يوم انه حالته مستقره وهو بصحه جيده. فتعرف هذه صدمه يعني بصراحه ما استوعبت للحين، يعني لحد الان انا ما مستوعب الصدمه بصراحه. يعني ما اقدر هذا يعني لا اعتراض بحكم رب العالمين، ولكن انه معزه المرحوم علينا، وتعرف هذه مرات ممكن من شخص يكون بصحه وعافيه وتجي فجاه تسمع هذا الخبر، اكيد يكون صدمه كبيره للكل. الحمد لله على كل حال، ويعني ما عدنا غير انه ندعي له ونطلب له ان شاء الله نفوح الجنه يا رب. نعم كابتن، انت زاملت في فريق الزوراء وحصلتم على كثير من البطولات، ثم شاءت الاقدار وكنتم سويه في الدوري اللبناني، والحقيقه يعني الجميع يتحدث بما فيهم حضرتك عن الاتزان والخلق والتعامل الحسن اللي كان صفات ترافق الكابتن علي وكل لاعبين العراقيين بما فيهم حضرتك. أيضا يا ريت نتحدث عن هذه الرحلة اللي استمرت لسنوات. والله أستاذ محمد مثل ما قلت رحلة طويلة، بدأت من موسم 91. طبعا أنا تعرفت على المرحوم سنة 90 لما كنت في نادي الميناء. نعم. وبدأت علاقة، تربطنا علاقة أخوية، تعرف كلاعبين ورياضيين نلتقي في عديد من المباريات. وفي الموسم 91 يعني من الأشخاص اللي بصراحة رحبوا بوجودي بنادي الزوراء وكان قريب علي، وخذنا العديد من المباريات، وكانت لنا وصولات وجولات وسفر سوية وأشياء كثيرة، يعني ذكريات جدا جميلة. موسم 95 سبحان الله شاءت الأقدار أنه الأخ العزيز حمزة هادي والأخ محمد عبد الحسين ذهبوا إلى لبنان، ويعني وجدونا عرض تدريبي في لبنان أنا والمرحوم في نفس النادي، نادي الرياضة اللبناني. نعم. سبحان الله أنه حتى سكننا كان في نفس الشقة، فتعرف أنت من تسكن مع الشخص أكيد تعرف معدنه، تعرف أخلاقه، تكون العلاقة غير، يعني تفاصيل كثيرة، أسرار كثيرة، يعني تقعد سوية، تطبخ سوية، تلعب سوية. كان نعم. يعني من المواسم اللي جدا جميلة قدمنا بها مستوى رائع، وعلاقتنا صارت بعد أقوى. تعرف الحلوة والمرة تكون أنت في الغربة، يعني الغربة أكيد لازم يكون شخص يعني وياك يتفاهم وياك يساعدك يكون خير عون لك. فعرفت على حقيقة بصراحة، عرفت قمة الالتزام والأخلاق، وصاحب نكتة ومثقف إلى درجة ما تتصورها. بعد موسمين أنا بقيت بالنادي الرياضة والأدب، بعدين هو انتقل إلى نادي ثاني، وسبحان الله الموسم الأخير رجعنا مرة ثانية في نادي العهد لعبنا سوية. نعم. فتعرف سنين طويلة كان دائما عندي بالبيت يزورني هو والأخ علي هادي، لأن عوائلهم كانت في العراق، أنا كانت عائلتي معي في لبنان، فدائما كان يجي ويطلب أكل من زوجتي ويطلب إنه الأشياء اللي يحبها. وتعرف علاقتنا عائلية، حتى لما جيت العراق التقيت بأهله ووالدة الله يرحمها ووالدة الله يرحمها وعائلته، فتعرف علاقة عائلية وعلاقة نعم نعم طويلة، يعني نعم علاقة تستمر لسنين طويلة. نعم. فسبحان الله حتى قبل شهر أنا كنت يعني أو أقل كنت أتكلم معه، فبصراحة أنت مفاجئني بأسلوبك الأدبي، الأشياء اللي جاي تكتبها، يعني أنا ما كنت أتوقع أنه تصدر من عندك هذه الكتابات الرائعة وتوجهك اللي هو بديت أنه تدافع عن أبناء شعبك. هذا موقف ينحسب لك رغم بصراحة يعني خطورة الموقف، أنه أنت ممكن تتخذ الضد في بعض الأحيان من بعض الأشياء القوى السياسية في العراق، وتعرف أنت هذا الموضوع يعني في خطورة على نفسك. قال لي لا أنا يعني أخذت موقف، هذا الموقف مستحيل أتراجع عنه. قلت له يا ريت يعني تزور من هنا في الإمارات وأنا أجي إن شاء الله أزورك. كان حديث ودي جدا بوجود شقيقة حمزة هذه. تعرف هذه العلاقة يعني علاقة كبيرة، يعني فيها أشياء كثيرة، يمكن ما وقت الحلقة ما يسعفني أنه أتكلم عن كل الأشياء اللي بيني وبين المرحوم. نعم كابتن عامر، يعني وأنا أحاورك على الهواء الآن تصلني رسائل
يعني كثيرة. نشوف ردة فعل، شوف الحمية العراقية عندما سمعوا أن الكابتن أحمد راضي الآن ولله الحمد، وصلني الخبر أن الكابتن شرار لله الحمد الفحوصات طلعت سليمة، والله يحفظ أحمد ويحفظ كل رياضيينه، وبالتالي الآن صارت عندنا نوع من الارتياح. الله يبشرك. أي والله. وبالتالي يعني ألاحظ أنه أخوة مصابين وتماثلوا للشفاء الآن يعني يعرضون خدماتهم متبرعين ببلازما الدم عن طريق المجلس الاقتصادي العراقي، والأستاذ إبراهيم بغدادي الآن يرسل لي أرقام هواتف المتبرعين. يعني شوف الحمية العراقية وردة الفعل ما أروعها عندما نشاهد ونسمع فقداننا لعزيز. شوف ردة الفعل، فهي مو غريبة على العراقي، لكن أنا في ذات الوقت أيضا يعني أشكر المتبرعين وحميتهم وردة فعلهم، لكن أرجع وأقول أنه إحنا علينا أن نتقيد بالسلامة، لأنه السلامة تبعدنا كابتن عامر. فيسعدني أن أسمع رأيك. والله شوف، أي شخص يقدر يبادر، تعرف هذا موقف، وهذا موقف إنساني ينذكر للكل. يعني حتى المرحوم يمكن حسب ما افتهمت البارحة، يعني تعرف أنا يعني من الصدمة حاولت اتصل بأكثر من صديق إنه أعرف شنو تفاصيل الحادثة، شنو اللي صار عنده. فقالوا لي إنه قبل يعني كان محتاج دم بلازما وانطوى يمكن أعتقد ثلاثة، بس بدأت تعرف الرئتين بدأت إنه ما تستجيب للعلاج. فمن أمس يمكن الفجر بدأت حالته تسوء يعني بسرعة بحيث ما لحقوا على وضعه. فشوف حتى احنا من سمعنا بالكابتن احمد راضي يعني والله العظيم صدمه ثانيه. يعني انا قبل ادخل البرنامج وسمعت الخبر قلت يا رب، يمكن تكلمت وياك انا تحت الهواء قلت لك يا رب ان شاء الله يسلمه، شنو هذا الشيء اللي بصراحه بدا ياخذ الاحبه. فالحمد لله هسه بشرتنا وبدا شوف حتى بالنسبه للكابتن علي هذه سبحان الله، يعني هو الميت يروح بس ذكراه الطيبه اللي تبقى، يبين حب الناس له. يعني البارحه كلها الناس تعاطفت، نساء اطفال شيوخ شباب الناس المقربين اللي عرفه اللي ما يعرفه، هذه محبه من رب العالمين. هذا الشيء تعرف ما تقدر تحصله بسهوله، محبه الناس هذه غايه لا تدرك. يعني مو شيء سهل انه انت تترك الحياه وتترك هذه البصمه الجميله بالنسبه للعالم كله. وبالنسبه للناس اللي تقدر تبادر، يعني يا اخوان احنا تعرف احنا شعب واحد، وبالتالي اذا تقدر تساهم باي شيء لا تبخل. يمكن هذا باكر، يمكن اخوك، يمكن زوجتك، يمكن ابنك، يمكن بنتك، الكل تحتاج. هذا مرض ما يعرف صغير كبير، ما يعرف غريب غير غريب، اذا يجي يا سبحان الله يجي لاي واحد، كل احنا معرضين لهذا الشيء. فاللي ارجوه اول شيء انه الوقايه، ولا تستهينون بهذا المرض بصراحه، لانه احنا بالنسبه لموضوع الطب عندنا مشكله في العراق، عندنا مشكله يا اخوان. احنا مو مثل بالدول الثانيه ممكن الاجراءات الطبيه تكون افضل والشفاء بدت يكثر عندهم، احنا بالعكس بدت عندنا الامور كانت بسيطه وبدت تستفحل، لانه ما اخذناها بجديه. اخذنا الامور ببساطه وبقوه العضلات، واحنا ما يهمنا، ماكو شيء اسمه احنا ما يهمنا. هذا مرض اذا اجى ما دوله امريكا بعظمتها ما قدرت تسوي شيء. وبعد احنا نجي نقدر، يمكن انت بس اهم شيء انه تحافظ على نفسك. والاخوان الرياضيين هذا درس يا اخوان، هم هذا درس للكل. الصراعات تركوها، انتم جاي تشوفون الدنيا فانيه وماكو شيء يسوى. يعني بلكي الناس هم تتعرض من انه ترك المناصب، الناس اللي حاطه نصب عينها بس سرقه الاموال. يا اخوان دير بالكم، ترى والله بينك وبين القبر شبر فعلا. ما تعرف باكر شنو يصير. على الاقل اترك الدنيا وانت تارك فتشي رب العالمين، تارك فتشي للناس، خلي الناس تذكرك بالخير. الامانه فتشي هذا شيء رائع رب العالمين وصانا به. فهذه وصيتي للناس كلها، يعني يا اخوان ترى هذا درس والله العظيم، وفاة شخص يمكن درس لملايين من الاشخاص فعلا. يعني هذه عبره للكل. يا رب ان شاء الله يتعبون من هذا. يا رب. كابتن عامر، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان ينعم عليك وعائلتك بالصحه والعافيه والعراقيين، واشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا من مدينه ابو ظبي العزيزه بدوله الامارات العربيه المتحده للحديث عن الراحل علي هادي. في نهايه هذه الحلقه يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يسكن الراحل فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه وعائلته الصبر والسلوان وكل محبيه. مثل ما قال الكابتن عامر، الانسان يرحل لكن تبقى ذكراه، وذكراك يا كابتن علي موجودة في ذاكرتنا وسنبقى نرددها دوما.
الصحة والسلامة للكابتن أبو فيصل أحمد راضي ولكل أهلنا وناسنا، والله يجنبكم شرور كورونا، وأدعو إلى التقيد مرة أخرى بمعايير السلامة والأمن، وخليكم بالبيت يا أخوان، صحتكم عندنا غالية، ما بينا حيل للهزات. سادتي الأحبة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي كانت مكرسة تقريبا أغلبها لذكرى رحيل الكابتن علي هادي، وأتقدم لكم بشكر جزيل على حسن المتابعة، وأشكر كل اللي اتصلوا علي بضرورة الاستفسار على صحة الكابتن أحمد راضي، وأنقل لكم تحيات جميع زملائي مرافقني في هذه الحلقة في استوديو البث في الكنترول، وأيضا من خلفهم مخرج البرنامج المبدع علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. انتظروني يوم غد بإذنه تعالى وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. إلى يوم غد أقول لكم في مالا.